هسيبكم مع انطلاق فعاليات المنتدى العلمي السابع لمشروع تخرج الدفعه السابعه من كليه اللغه والاعلام بفرع القريه الذكيه بالاكاديميه البحريه تحت عنوان ابداع جديد لاعلام جديد. هنروح نشوف التقرير واشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد على شاشتكم شاشه دي ام سي وبرنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم والى اللقاء. النهارده زي ما حضرتك شايفه ان احنا بنعمل حاجه مختلفه عن كل ما عملناش مشروعات التخرج. احنا دايما بنعمل حاجه بقى يعني بنعمل زي شركاء في النجاح، اولياء الامور مع الضيوف مع الخبراء مع كل الناس، بحيث ان احنا كلنا بنتشارك مع بعض. يعني احنا يمكن الناس يقولوا لي اول مره نشوف مناقشه مشروعات فيها اولياء الامور، اقول لهم ايوه لان هم معانا شركاء في المسؤوليه، بيبقوا سعداء جدا ما بيشوفوا اولادهم وبيشوفوا ثمار العمل اليوم النهارده. هم لسه في بدايه طريقهم، اكيد عندهم اخطاء، اكيد اللجنه اللي كانت موجوده كلها بتمس الاخطاء دي وبتتكلم وبتناقشهم فيها، وبالعكس هم لازم يكون في اخطاء عشان يتعلموا منها. دول اللجنه اللي موجوده النهارده علشان مش عشان تقول لهم انتوا عاملين حاجه وماذا، لو هم عاملين حاجه وماذا، لا عشان تقول لهم الاخطاء ايه ويعالجوها ويتعلموا منها. ان احنا نقدر قيمه التعليم، التعليم مش انه احنا نقرا، التعليم ان احنا نقدر نقيم المعلومه ونقدر نعرف قيمه النصيحه، لانه احنا بناخد معلومات كتير جدا بس للاسف بتتدلدق منا وبننساها. هو ده التعليم الحقيقي، ان انا وانس عرفت معلومه معينه مش محتاج اعرفها تاني. فالتعليم المستمر هو ده اللي بيعمل تطور وبيعمل نمو في كافه المجالات. وصلت بيها لمرحله الحمد لله النجاح، فانا بقى كنت عارفه بقى الشريط ماشي كده، فالحمد لله بحمد ربنا ان انا كملت مشواري على اكمل وجه. هي دايما بتدعمني في كل حاجه ودايما بتوجهني، يعني دايما بتقول لي لا بلاش تعملي كده، لا اعملي كده، لا ده هيبقى احسن، ده هياخد صدى احسن. فيعني انا بشكرها على كل اللي فات، وانا لولاها ما كنتش هبقى موجوده في المكان ده وما كانش هلاقي النجاح ده خالص، عشان هي كانت دايما بتدعمني في كل حاجه. عامله برنامج بيتكلم عن العنف في الدراما المصريه، الفكره بتاعته واسمه ورا كل دراما حكايه. المعيدين والدكاتره على طول معانا ستيب باي ستيب، ان هو يعني احنا كل ما نعمل حاجه بنيجي نوريها لهم هم بيساعدونا اذا كان ده صح او ده غلط.